أطلق وزير البيئة والصيد أحمد أنبدو محمد بكل من مركز إداري كوبا أورانغا وكوروتورو الأسبوع الوطني لتسجيل دورة 2017. جاء ذلك بعد أن وقع اختيار الانطلاق بإقليم بوركو. سعيد أحمد. كوبا أورانغا وكوراتورا مركزين إداريين يقعا بإقليم بوركو أقصى شمال البلاد، حيث أخذت الصحراء النصيب الأوفى من أراضيها وعرضتها إلى تعرية شبه كاملة، مما جعلها لقمة سهلة على الزحف الصحراوي الذي نال منها، ثم بدأ بالتغلغل في المناطق المجاورة. وذاك هو الدافع الأساسي الذي قاد وفدا من وزارة البيئة والصيد برئاسة الوزير أحمد مبدو محمد إلى قصد تلك الأراضي لإطلاق الأسبوع الوطني للشجرة. كانت البداية بكوبا أورانغا التي أعرب محافظها حسين كدي عن امتنانه بهذه المبادرة التي تسعى إلى تحسين الأوضاع البيئية بكوبا أورانغا، ليأتي الدور على حاكم إقليم بوركو الجنرال إنغارو أمادو أويجو، الذي قال إن اختيار الحكومة لإقليم بوركو هو اختيار موفق، مع العلم أن هذا الإقليم عانى ولا زال يعاني من الغزو الصحراوي. شدر وين ولا ماين فايدة يدور ألمي نواهي بطن قالوا شنو كان جبت لنا جروب كله جروب ده هنا ده ما عنده فايدة أهل عندنا أرايدا ما تندوليني أرايدا جاي يري كله جاي أنت مينيستر نام في رندا واجب تفكرونا بإنرجي نوفيل رينوفيلاب ري أو أراي. أما وزير البيئة والصيد أحمد مبدو محمد قال إن الاهتمام بالبيئة لأمر أكثر من ضروري على كل من يحمل حب وطنه في أعماقه، وأعطى بعض التوصيات والتوجيهات للمواطنين. شطر ما يقوم بلا علمي ويكون ناس في ورايا أنينا ندوكم إكسبير داكو مع المسؤولية هنا شطر ده لكل وطني عند فراسة خاصة انتو هنا كوبا ولانغا شطر الجمنا ده انتو بس تكالو مش الصخير هناكم كي يقوم شطر اليوم دسينا في تراب يا جماعة أغلبية كل هنا كثير أنا كل كي خمسة مرة في يوم ده يودو ودو 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 هنا صلاة المي يدفق أي مزول كان شادر هنا وايد خطة في قارة بس يودي كله كان سافر كله نار ماخر يودي جاي كله شادر ده نقدر نقربو أفهمو بيكونا كان ما تيربنا شادر ده وما قمو ده بيه هناكم ده ما بعدي. وكان الإعلان عن الانطلاق هذه المرة بالفعل لا بالقول. وتوجه الوفد بعدها إلى كوروتورو ليغرس أكثر من 2000 شتلة آملين أن تكون مأوى للقاطنين هناك وظلا يقيهم حر هجير الصحراء. ليس هذا وحسب، بل رافقت الشتلات مؤونة غذائية من جوالات الأرز والسكر والمعكرونة وغيرها. عدد الشتلات التي غرست حوالي 2515 شتلة، وبقيت 1000 شتلة ستوزع على المناطق حسب الحاجة. عقد النائب البرلماني لمدينة المصاقط حاضر مقاطعة حرب البيار بإقليم حجر لميس الشيخ أبو بكر، عقد اجتماع عملي مع محافظ المدينة وعمدتها وعدد من الشيوخ التقليديين. الهدف من ذلك هو معرفة العقبات التي تواجه السكان بسبب انعدام المياه وتشكيل لجنة أزمة فورية لمتابعة الأعمال. آدم حنفي فاضل. شح المياه في مدينة المصاقط أصبح من أهم دوافع إحراك مسائل المنطقة، وذلك بعد توقف صهاريج المياه لمدة طويلة من الزمن، الأمر الذي جعل ممثل الشعب بالمدينة النائب البرلماني الشيخ أبو بكر حسن أن يطرق الأبواب مطالبا لشعبه توفير المياه الصالحة للشرب، إلى أن وصلت رسالته لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أجل إنقاذ المدينة بإصلاح الصهاريج. كما أن هناك الكثير من سكان المدينة قالوا أن مشكلة المياه في مدينة المصاقط هو يرجع إلى سوء الإدارة، وبعيد أن تم إصلاح الصهاريج بالمدينة بجهود من قبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وذلك بمعالجة بعض القطاعات الخاصة للصهاريج. اجتمع اليوم كل من مسائل المنطقة بهدف تشكيل لجنة تضم كل من مراقبين وفنيين وأمناء أموال موثوق بهم،
من أجل متابعة دفع الضرائب الشهرية لصندوق الصهاريج وذلك لمعالجتها عند التلف. هسا عنينا لو الله فتح لنا السيد الرئيس الله يباركه جاب لنا ناس أدلوا لنا شاطواننا الإيه فضل لنا عنينا لازم الشيء ده الهمبول ده نرفعه مننا وذاك كيف انتو دليغادي كارتيه ناس اللجنة الإسلامية سوسيتي سيفيل فونكسيونير شيف دي سيرفيس ميليتير سيفيل ادمنستراسيون واجب ترشد الناس عشان يكفوا. ولا ينسى أهالي المصاقد الفضل بينهم وبين الذين اهتموا بمسألة الماء كشركة إرتيل موبيل التي ساهمت في حل عقدة المياه بمال قدره 1,100,000 ريال فرانكسيفا، كما أن الماء في المدينة أصبح اليوم في متناول الجميع بل في كل بيت. الشغل الرئيس أنا الدولة سوولين ده فرحاني زيادة ونشكره ده بتوكلة خدمانا مرة واحد عشان ده باسمنا شعب لأنينا الناس الكوميتي أول مشكور كتير لدي بتاعنا أنا ولرئيس الجمهورية هو السيد الرئيس وكل شكرا لنا ما شاء الله الحمد المفضل كتير. هذا ومن المعلوم أن الماء ضروري لحياة الكائنات الحية لذا يجب للكل الاهتمام به وبمصادره بقية دوامه. بعد إطلاق نشاطات المخيم الطبي لمرضى العيون بإقليم جيرة المنظم من قبل مؤسسة القلب الكبير شرع الأطباء في إجراء عدد من العمليات الجراحية لصالح سكان المدن والقرى والبلدات التابعة للإقليم. محمد عثمان بشير. بعد إطلاقه رسميا المخيم الطبي الخاص بعلاج مرضى العيون المقام بالمستشفى الإقليمي لمدينة مونغو حضرة إقليم جيرة توافد كل هؤلاء المرضى الذين يعانون من أمراض العيون الكاتاراك والجلوكوما والحساسية وكذا المياه البيضاء حيث ينتظر كل هؤلاء عبر هذه الصفوف الطويلة لانتظار دورهم لتلقي العلاجات من قبل المختصين من الأطباء المصريين بجانب نظرائهم الشاديين حيث توافد هؤلاء المرضى من مختلف القرى والأقاليم القريبة من مدينة مونغو أملا في إيجاد علاجات دقيقة تعيد لهم النظر مرة أخرى بعد أن فقدوها لسنوات طويلة. الهدف من هذا المخيم الطبي هو إنساني واجتماعي ويهدف إلى مكافحة أمراض العيون المختلفة حسب ما أكده الطبيب التشادي المختص في مرضى العيون ورئيس الفريق الطبي لعلاج مرضى العيون جبريل درديزين. بفضل الله نحن نريد ننجز 2000 حالة عملية في 10 أيام وطيب الفريق المصري ما شاء الله ناس يعني جراح ما شاء الله يعني صريحين جدا وبدينا اليوم من 6 ساعات من الصباح إلى الآن أجرحنا 150 خالة. عمل الفريق الطبي يسير على قدم وساق على حسب رئيس الفريق الطبي لهذا المخيم. من هنا لألفين ونهاية 2018 ده دايرين نسوي مخيمات مع البارتنير حقنا دايرين نسوي في إنيدي تنين دول ده وفي بركو وفي لوغون تنين وفي برغزال وفي كانم وفي لاك وبعدين طبعا كملنا الجنوب ده سوينا في صار وفي دوبا الحمد لله الشاد ده كله كان كمله بفضل الله تعالى. هذه العمليات تجرى لكل مريض يحتاج إلى عملية جراحية وتستغرق كل عملية مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز عن 20 دقيقة. كل المستلزمات تدعم الأجهزة الميكروسكوبات أجهزة الإنفينيتي مرورا بكل شيء انتهى بالسرنجات يعني مش محتاجين أي حاجة من هنا كل حاجة جايبينها معنا من مصر. نذكر بأن هذا المخيم الطبي لعلاج مرضى العيون قد نظم ببادرة من قبل مؤسسة القلب الكبير عبر شراكة إنسانية من قبل جمعية العون المباشر ومنظمة عين العالم الطبية. قدمت جمعية النهضة لمساعدة وتوعية المزارعين معدات زراعية وأسمدة للتجمعات الزراعية بمركز إداري كندل التابع لإقليم شاري باقرمي. إبراهيم محمد موسى. سعيا إلى المساهمة في تطوير الزراعة ودعما للتجمعات الزراعية جاء حفل تقديم المعدات الزراعية للمزارعين في التجمعات الزراعية من قبل جمعية النهضة لمساعدة وتوعية المزارعين.
والهدف من المناسبة توقيع اتفاقية بين تجمعات المزارعين وجمعية النهضة وتسليم المعدات الزراعية لممثلي بعض التجمعات الزراعية بمنطقة كندل. وتخلل الحفل عدة كلمات، منها كلمة عمدة بلدية كندل علي دينغ التي عبر فيها عن فرحته وأشاد بمواقف جمعية النهضة وطلب من التجمعات الاستفادة من هذه المعدات في سبيل نهضة الزراعة وزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية. أما كلمة رئيس فيدرالية المزارعين إدريس أبو شكر النهضة والقائمين عليها وثمن جهود مؤسسها شونا إدريس ديبي إتنو المساهمة في نهضة الزراعة ودعم المزارعين في ربوع البلاد. أما الأمين العام لجمعية النهضة عبد الناصر إبراهيم تحدث عن رؤية الجمعية في توسيع الإنتاج الزراعي. جمعية النهضة برنامجها المستقبلي هي دائرة تسوي زراعات واسعة والناس يساعدوا الآخرين ويزروا زراعة أكثر من الأول. ناس كندو يشيلوا الكدنكة عشان يساعدوا أخوانهم عشان يزروا زراعة أكبر ومساحة أكثر. بدوره رئيس المركز الإداري كندل عمر إسحاق فساري شكر الحضور وشجع المزارعين على استمرارية العمل من أجل إنتاج المحاصيل الزراعية في كل المواسم وأكد أن هذا جزء من سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وفي نهاية المناسبة تم التقاط صورة تذكارية جمعت بين أعضاء الجمعية وأصحاب التجمعات الزراعية.